أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي ومن بينهم القيادي رجب الحمصاني بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، تكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، استهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية. تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هذه العناصر، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، 12 خزينة آلية، 871 طلقة آلية، 49 طلقة خرطوش، بالإضافة لوثائق تنظيمية عن استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية. وقد اعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخواني رجب الحمصاني السابق ارتباطهم به خلال مشاركاتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 من يونيو، واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على 3 خلايا عنقودية تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة. أنا اسمي صهيب محمود عطلة، مواليد 15/7/1991، ساكن في المرج القاهرة، بدرس في كلية أصول دين في جامعة الأزهر في الدراسة. اقتنعت بالفكر الجهادي عن طريق جاري اللي اسمه عبد الله رضا زياده، واقنعني بمساله الجهاد في سوريا، وفعلا سافرت لسوريا وانضميت هناك لمعسكر تابع لداعش، ورجعت مصر بعد فتره. سافرت انا على غزه عند اهل والدتي، انا والدتي فلسطينيه، وهناك تعرفت على ناس فلسطينيين من جبهه النصره ومن الويه النصر صلاح الدين، ورجعت مصر تاني بتكليف منهم ان انا اشكل مجموعات جهادية على شكل خلايا عنقودية سرية علشان نعمل عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة. والاهداف اللي احنا كنا بنخطط لها كان في كمين في المرج، وكان في امنا شغالين في اسم السلام، وكنا عايزين نولع في عربية بتاعت واحد في عين شمس بيرشد على الإخوان. أنا اسمي جمال الدين محمد عبد العزيز منصور، اسم الحركة جيمي، طالب في كلية حقوق رابعة عين شمس، ساكن في مدينة العبور. اتعرفت بعد 30 يونيو على مجموعة جهادية كان يقودها نبيل المغربي، كان في منها مجموعة في سوريا. لما رجع مصر نوت استهداف الجيش والشرطة، كونت مجموعة كان يقودها واحد راجع من سوريا اسمه عمر، كان منضم لداعش. كنا ناويين استهداف عربيات نقل الأموال تبع الحكومة، وأنا قمت برصد فندق الموفنبيك والهيلتون في 6 أكتوبر، عشان خاطر ده بيكون موجود فيه الإعلاميين والشخصيات العامة. بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة الألف مسكن، وقيامهم باستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم. اسمي أحمد خليفة زكي أحمد، اسم الحركة فوزي، مواليد 25/11/84، مقيم في الشمس. تعرفت على صهيب محمود قبل ثورة 30/6، وعرض عليا فكرة الجهاد والسفر لسوريا، بس هو عارف يسافر وانا معرفتش. اشتركت في اعتصام 4 لحد الفض، وبعد الفض كنا بنضرب الشرطة اللي بتضرب على المسيرات وبنتصدر لها بآلي وفرد خرطوش. وبعد كده هوت انا وصهيب وحمد الرفاعي اتفقنا ان احنا نعمل عمليات ضد الشرطة والجيش. أنا اسمي علي حسين، وحركة شمس، مواليد 11/9/79، بقتنك الفكر الجهادي من 2008، وتعرفت في 2014 على واحد اسمه أحمد خليفة، معاه مجموعة جهادية من 6 أفراد عشان تعمل أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة، ومعاهم أسلحة آلية وأسلحة خرطوش.
وكنا أول عملية مخططين ليها عشان نضرب كمين اسم المرج. ويعد إجهاض هذا التحرك التنظيمي إحدى الضربات الاستباقية الناجحة للوزارة، والتي أمكن من خلالها الحيلولة دون تنفيذ هذه العناصر العديد من العمليات الإرهابية وشيكة الوقوع. وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد في المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة ووفقا لأحكام الدستور والقانون. رعى الله مصر وبارك شعبها العظيم.